حيث خاض أمس المنتخب الوطني لكرة القدم تدريبه الأول بعد الخسارة في مشواره الافتتاحي أمام العراق بهدف دون رد في بطولة اتحاد غرب آسيا السابعة لكرة القدم المقامة في الكويت حتى 20 من الشهر الحالي. وسبق التدريب لقاء الجهاز الفني بقيادة العراقي عدنان حمد باللاعبين في مشهد مواصلة يهدف إلى تجاوز أثار الخسارة والتركيز على المواجهة مع المنتخب السوري الأحد المقبل ضمن المجموعة الثالثة والتي يتحتم عليه الفوز فيها لضمان المنافسة على أفضل ثاني بعد تعادل العراق مع سوريا اليوم بهدف لهدف. انطلقت اليوم منافسات الأسبوع العاشر لبطولة كأس الأردن المناصير لكرة القدم وذلك بإقامة مباراتين في المجموعة الأولى. المباراة الأولى جمعت على استاد البتراء شباب الحسين واليرموك وانتهت بفوز شباب الحسين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لهدف. أما المباراة الثانية فقد جمعت على استاد عمان الفيصلي والعربي وهي مباراة تحصيل حاصل كونهما متأهلان إلى الدور المقبل. خلت الجولة الافتتاحية لبطولة كأس الأردن لكرة السلة من المفاجآت، حيث سجل الكلية انتصارا عريضا على نشام الأردن ب71 نقطة مقابل 32 في اللقاء الذي جرى في قاعة جامعة العلوم التطبيقية. كما حقق فريق مدارس الاتحاد فوزا كبيرا على الجليل بنتيجة 96 نقطة مقابل 42. وفي مباراة أخرى تغلب الأشرفية على غزة هاشم ب64 نقطة مقابل 58. ويواجه فريق مدارس الاتحاد فريق الأرثوذكسي في الدور التالي، بينما يلعب الكلية مع كفر يوبا ويلتقي الأشرفية مع الرياضي. يواصل منتدى الدوحة جول مناقشة العديد من القضايا الرياضية ومن أبرزها مسألة المنشطات وتأثيرها على سمعة وصورة الرياضي، حيث أكد السباح الأسترالي أيان ثور بأن السقوط الحر لعملاق الدراجات الهوائية الأمريكي لانس أرمسترونغ أمر إيجابي لأنه يؤكد بأن من يتناول المنشطات يعاقب مهما كانت سمعته ونجوميته. كما تناول المشاركون في المنتدى كيفية تسيير صورة النجوم من قبل الشركات التسويق التي تفاقم بعض القضايا من ناحية سلبية. قاد اللاعب فرناندو توريس فريقه تشيلسي الإنجليزي لتحقيق فوز سهل على فريق مونتيري المكسيكي بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما بالدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا باليابان. وسيلاقي تشيلسي فريق كورينثيانز البرازيلي في المباراة النهائية، بينما يواجه مونتيري فريق الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الأحد المقبل. تأهلت سنغافورة إلى نهائي كأس سوزوكي لكرة القدم بفوزها على الفلبين بهدف دون مقابل. سنغافورة صاحبة الألقاب الثلاث في البطولة تقدمت في الدقيقة 19 عن طريق خيرول عمري الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وبهذا الفوز تأهلت سنغافورة لملاقاة الفائز بمباراة تايلاند وماليزيا في الدور النهائي. يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين سنغافورة والفلبين. أنهت المصنفة الأولى عالميا سابقا البلجيكية كيم كليسترز مشوارها في عالم الكرة الصفراء بتغلبها على الأمريكية فينوس ويليامز في مباراة استعراضية. فبعد اعتزال كيم لرياضة التنس بصفة رسمية عقب خروجها من بطولة أمريكا المفتوحة، إلا أنها احتفلت باعتزالها بمباراة استعراضية رفقة فينوس ويليامز وبحضور 13,000 مشجع. أمتعت كليسترز الجماهير بأداء رائع في المباراة التي أنهتها لمصلحتها بواقع 6-3 و6-3. يذكر أن كليسترز انتصرت على ويليامز مرتين لتفوز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة في عام 2009 و2010، كما توجت بلقب بطولة أمريكا عام 2005 وبطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي. وإلى لقطة اليوم، فعندما لا تقف الإعاقة حائلا بين الإنجاز والطموح فعندها يجب رفع القبة احتراما لصاحب الإعاقة. العداء الجنوب أفريقي مبتور الساقين أوسكار بيستوريوس قدم سباقا من نوع مختلف في العاصمة القطرية الدوحة،
مشاهد الإصرار والسباق نتركها لكم لقطة لليوم.